المبحث الرابع: عقيدة الإمام الشافعي، قوله في التوحيد. أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنف فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا وما كان فحنث فلا كفارة عليه. يعني شو معنى الكلام؟ يعني إذا واحد قال والله لأسوي كذا لكن ما سواها، شو يساوي؟ هيدفع كفارة، من أحلف يمين وما نفذ. أما قال وحياة أبوي، ما أنا حرام مش حلفان، وحياة أبوي أسوي هيك هيك، لو ما سواها ما عليه كفارة، لكن إذا حلف بالله عليه كفارة. ماشي؟ كفارة طعمي 10 مساكين. إذا ما سوى الكفارة يكون كافر؟ لأ، يكون عاصي لله عز وجل. يلا كمل. قوله لعمري: لا كفارة عليه وما بين ويمين بغير الله، أي يحلف بغير الله. يعني شو اليمين؟ يعني الله شو اليمين؟ قسم، يعني سوير. فهي مكروه. ها، من هي عنها من قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الله عز وجل نهاك أن نهاكم نهاكم أن تحلفوا نهاكم نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم. وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة. فمن حلف باسم الله فحنث فعليه شو يعني حنث؟ كفارة، يعني تركه. لا، حنث يعني حلف يمين وما سواه. أي يعني تركه ما سواه. شو حنث؟ حنث يعني حلف يمين وما سواه. فحنث. فلا كفارة عليه ومثل لا فحنث فعليه كفارة. أي خط فوق؟ رقم 2 عند رقم 3 صغيرة. فحنث فعليه كفارة. الكفارة و ابني طلع لي، حاول ركز على الحرفين. ما مركز عم حكم. وأورد ابن القيم في اجتماع الجيوش كتاب اسمه اجتماع الجيوش عن الشافعي أنه قال: القول في السنة التي أن عليها روايات، ورأيت أصحابنا عبد الرحمن عليها أهل الحديث. نعم. الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يقرب من خلقه. نعم. طلع الحرف من خلقه كيف فشاء،
أن الله تعالى ينزل ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء كيف شاء كيف شاء، وأورد الذهبي عن المزني قال قلت إن كان أحدا يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي فصرت إليه وهو في مسجد مصر. فلما جثوت بين يديه فلما جثوت السطر الرابع الثالث فلما جثوت بين يديه يديه قلت هجس في ضميري مسألة مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب ثم أن أحدا لا يعلم علمك لا يعلم علمك فما الذي عندك فغضب ثم قال أتدري أين أنت؟ قلت نعم. قال هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت لا. قال تدري كم نجمان في السماء؟ كم نجمة في السماء؟ قلت لا. قال فكوكب منها تعرف جنسه طلوعها أفوله من خلق؟ قالت لا، أن فالشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه. تتكلم في عالم الخلاق في علم خالقه. ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربع أربعة أوجه. ظلنا كانت الكلمات ما فتحت الكسرات طوال ضمات. فلم أصب في شيء منه. فقال شيء تحتاج إليه في اليوم الخامس خمس مرات. تدعو على ما هو في اليوم خمس مرات الصلاة.
تدعو على ما هو تدعي علمه. تدعي علمه وتتكلف عن علم علم الخلق الخالق. علم الخالق. إذا حجس في ضميرك ذلك فأرجع إلى قول الله. تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض في سورة البقرة الآيتان 163 و164 فاستدل بالمخلوق على الخلق الخالق ولا تتكلف على ما لم يبلغه عقلك. وأخرج ابن عبد البر عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى الاسم غير مسمى أو الشيء غير شيء فاشهد عليه بالزندقة. وقال الشافعي في كتابه الرسالة: والحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وأورد الذهبي في السير عن الشافعي أنه قال: نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه. فقال: ليس كمثلي شيء، سورة الشورى آية 11. وأخرج ابن عبد البر عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سورة المطففين آية 15. أعلمنا بذلك أن ثم قوما غير محجوبين. ينظرون إليه لا يضامون في رواية رؤيته لا يضامون برؤيته. أحسن من كلمة. وأخرج اللالكائي. بما في ضمات ولا كسرات ولا فتحات أمامها. أخرج اللالكائي. 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 عن الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي، جاءته رقعة من الصعيد. رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي:
فلما حجبوا هؤلاء حجبوا في السخط كان هذا دليلا على أنه يرونه في الرضا. قال الربيع: قلت يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، به أدين. أدين الله. أدين الله يعني أعبد الله. شو أدين يعني؟ أدين الله يعني أعبد. أعبد الله. وأخرج ابن عبد البر عن الجارودي عن الجارودي عن الجارودي قال: اذكر ذكر ذكر عند الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن عليه، فقال: أن مخالف له في كل شيء، وفي قال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول فقال: أنا مخالف له، فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول: لا إله إلا الله، لست أقول كما يقول، أن أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى عليه السلام تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما ما أسمعه موسى من وراء حجاب. من وراء حجاب. حجاب. وأخرج اللالكائي. 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 عن الربيع بن سليمان قال الشافعي: من قال القرآن مخلوق؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. وأخرج وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال: قال رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن. القرآن خالق؟ هو قال الشافعي: اللهم لا. قال: اللهم لا. اللهم لا. اللهم لا. اللهم لا. قال: فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير مخلوق؟ قال: فغير مخلوق. فغير مخلوق. قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: تقر يعني تعترف بأن القرآن كلام الله. قال: نعم، كلام الله. كلام الله. قال: نعم. قال الشافعي: سبقت في هذه سبقت في هذه الكلمات. قال الله تعالى: ذكره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، في سورة التوبة آية 6. وكلم الله موسى تكليما، سورة النساء آية 164. قال الشافعي: فتقر بأن الله كان وكان كلامه أو كان الله ولم يكن كلامه؟ فقال الرجل: بل كان الله وكان كلامه. قال فتبسم الشافعي وقال: يا كوفيون. يا كوفيون. الكوفة يعني مثل السوريون. السوريون إنكم لا تأتوني بعظيم من القول. بعظيم من القول إذا كنتم تقرون
بأن الله كان قبل القبل، وكان كلامه، فمن أين لكم الكلام؟ الكلام؟ إن الكلام الله، أو سوى الله، أو سوى الله، أو سوى الله، أو غير الله، أو دون الله. أو دون الله. قال: فسكت الرجل وخرج. وفي جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري ما نصه قال وقد ما نصه قال نصه وقد قال وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به، فقال الله تبارك وتعالى: أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة. إن القرآن نزل به وصحيح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالدراية والفكر نحو ذلك. أخبار الله عز وجل أنه سميع، وأن له يدين بقوله أن يدين بقوله عز وجل، بل يده مبسوطتان، سورة المائدة آية 64، وأن له يمينا بقوله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه الزمر آية 67، وإذ له وجها قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص آية قصص آية 88، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن آية 27 في الآية السابعة والعشرين، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه، يعني جهنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: للذي قتل في سبيل الله عز وجل أنه لقي الله عز وجل. طيب أبي الشوزو يجري الله أو شيء قدم الله له قدم، الله قال له قدم، النبي
قال ان الله يضع قدمه في النار، لكن خدمهم وين اجرت اجرنا هيك؟ فهمت علي؟ بسأل قدمه في النار. اي قدمه مثل اقول وجه الله، وجه الوجه يعني. فخلص احنا نقول قدم لكن ما نمثل الشكل. ماشي نكمل يلا. بس احنا ما نعرف وجود عنده ولا وجود ما عنده. لا عنده، النبي قال عنده. عنده وش؟ عنده ايدين؟ ايه بس مو مثلنا يعني طبعا. هلا انت عندك وجه والغنم ما عنده وجه والنمله عنده وجه. طيب اذا عندنا ايدين احنا شلون بده يكون ايدين ثانيين يعني؟ ما بعرف. هلا انت عندك 10 اصابع؟ طيب انت ما عندك ايد؟ ايه. الغنم ما عنده ايد؟ ايه. والحصان ما عنده ايد؟ ايه مضبوط البعض. ايه وهيك؟ الحصان ما عنده ولا اصبع. فهمت علي؟ العصفور عنده 3 اصابع. معناته اذا احنا مخلوقات مختلفين، فشو الله عز وجل؟ صح؟ فالله اعلم، قول الله اعلم. الله اعلم. كمل. وهو يضحك اليه. وهو يضحك اليه، اول صح فوق. لا وجعله هو يضحك اليه. وجل عز وجل وهو يضحك اليه. وانه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا بخير رسول الله صلى الله بخبري بخبري خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر إذا ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن المؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأن له أصبعاً بقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. عنده أصابع. وإن هذه المعاني خلصت تقريبا يلا. وإن هذه المعاني كمل. يقول كمل. وإن هذه المعاني التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك حقه ذلك بالكفر بالفكر والدراية ولا يكفر بجهلها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه، وإن كان الوارد بذلك خبر يقوم في الفهم مقام المشهد المشاهدة في السماء وجبت الدينونة على سامعه بحقيقة وشهادة عليه كما عين وسمع كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نثبت هذه الصفات ونفي التشبيه. شو يعني نفي في شو يعني ونفي التشبيه يعني نثبت ان الله له قدم بس ما نشبه حدا. نفي التشبيه كما ننفي ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما في شيء مثله. سورة الشورى آية 11 الحادي عشر آخر اعتقاد. غدا إن شاء الله قوله في القدر. السلام عليكم.